بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي الخاص نيابة عن جميع أعضاء المجلس الشرعي، نعزي إخواننا عائلة الأمير محمد الحسن بن سعود في وفاة أجده الأصغر الطيب، وأنتم تعلمون بحجم الجريمة التي تعرض لها، جريمة شنيعة، ونسأل الله العلي القدير أن يأخذ الحق في جاني، الله تعالى يأخذ الحق في مرتكبي هذه الجريمة التي لحد الآن نجهل الأسباب في هذا. نسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه في هذا الحدث اللي هو الوفاة ديال صديقنا وإنسان معنا ديما اللي هو عبد اللطيف أمرير، تنفس هذا الوفاة وفي نفس الوقت طريقة باش تمت هذه العملية احنا نستنكروها، احنا كفاعلين جمعويين وكناس اللي كيهتموا بالشأن المحلي ومجموعة من الأمور تنخافوا دابا، لأن في الحقيقة إنسان عملي، إنسان ديناميكي اللي خدام بلادو وتيقوم بواحد المجموعه ديال الانشطه لصالح السكينه في المصير ديالو هو